أيها الإخوة والأخوات، إن الولايات المتحدة بعد المناورة التي رفضنا مجرد مناقشتها، خصوصا بعد أن فتحنا طريق الحق بقوة السلاح، اندفعت إلى سياسة لا نستطيع أن نسكت عليها، لا نستطيع أن نسكت عليها أو أن تسكت عليها أمتنا العربية. ذلك أنها أقامت جسرا سريعا تنقل به المعونات والمساعدات العسكرية لإسرائيل. لم يكفي الولايات المتحدة أن سلاحها هو الذي مكن إسرائيل من تعطيل كل محاولات الحل السلمي لأزمة الشرق الأوسط، فإذا هي الآن تتورط فيما هو أفدح وفيما هو أخطر في عواقبه. بينما نحن نقاتل العدوان، وبينما نحن نحاول إزاحة كابوسه عن أراضينا المحتلة، إذا هي تسارع إلى العدوان تعوضه عما خسر وتزوده بما لم يكن لديه. إن الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديدة وإلكترونات جديدة، ونحن نقول لهم إن هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور إلى نقطة لا عودة أن نسأل: إلى أين وإلى متى؟ إلى أين ونحن خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيل؟ إلى أين ومصالحكم كلها عندنا وليست في إسرائيل؟ إلى أين وإلى متى؟ أيها الإخوة والأخوات، لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب أحدد فيه موقفنا بوضوح، ولكنني ترددت خشية إساءة التفسير، ولذلك فإنني قررت أن أستعيض عن ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة إليه من هنا. رسالة لا يمليها الخوف ولكن تمليها الثقة، رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق. أريد أن أقول له بوضوح إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرح. وإذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فإليكم مشروعنا للسلام. أولا، إننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67، ولإيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن. ثانيا، إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة فورا. وتحت إشراف دولي إلى خطوط ما قبل 5 يونيو سنة 67. ثالثا، إننا على استعداد فور إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضي أن نحضر مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة. سوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي من القادة العرب المسؤولين مباشرة عن إدارة صراعنا مع العدو، كما أنني سوف أحاول جهدي أن أقنع به ممثل الشعب الفلسطيني، وذلك لكي نشارك معا ومع مجتمع الدول في وضع قواعد وضوابط لسلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة.
رابعا، اننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة ان نبدأ في تطهير قناة السويس وفتحها امام الملاحة العالمية لكي تعود الى اداء دورها في رخاء العالم وجدها. ولقد اصدرت الامر بالفعل الى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية غداة اتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة، وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لهذه المهمة. خامسا، اننا لسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة او عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد قضيتنا الى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الاسباب لدى غيرنا او التضحيات بالنسبة لنا. ما نريده الان هو الوضوح، الوضوح في الغايات والوضوح في الوسائل. ايها الاخوة والاخوات، لقد قلنا كلمتنا وادعو الله مخلصا ان يفهمها الجميع في اطارها الصحيح وان يضعوها على الخط المستقيم وان يحسنوا تقدير الامور. ان هذه الساعات تتطلب شجاعة الرجال وعقل الرجال، ومن جانبنا فإننا نواجه هذه الساعات بخشوع الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع أمتهم ومع إنسانيتهم. هذه ساعات تدور فيها معارك أكبر مما دار بالأسلحة التقليدية حتى في حروب العمالقة. هذه ساعات تتقرر فيها مصائر وتتحدد فيها علاقات، تتحدد فيها علاقات سوف تفرض نفسها على المستقبل وهي تؤكد نفسها في الحاضر. هذه ساعات تقدم فيها أبطال، وهذه ساعات يسقط بل يرتفع فيها شهداء. هذه ساعات حافلة بمشاعر متباينة تمتزج فيها صيحة الفرح بمشاعر عميقة أخرى، ذلك أننا كنا ولازلنا نريد الحق ولا نريد الحرب، لكننا كنا ولا نزال نريد الحق حتى إذا فرضت علينا الحرب، وحين كانت نشوة الانتصار تملأ كل القلوب، فإنني كنت فيما بيني وبين ربي أعرف مدى العناء الإنساني الذي ندفعه في سبيل النصر. ولقد كنت أتتبع أنباء انتصاراتنا في خشوع لأنني أعرف الحرب. ولقد كان أعز القائلين هو الذي علمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيها الإخوة والأخوات، هذه ساعات نعرف فيها أنفسنا ونعرف فيها الأصدقاء ونعرف فيها الأعداء. ولقد عرفنا أنفسنا ولقد عرفنا أصدقاءنا وكانوا بأصدق وأخلص ما نطلب من الأصدقاء. ولقد كنا نعرف عدونا دائما ولسنا نريد أن نزيد في أعدائنا، بل إننا لنوجه الكلمة بعد الكلمة والتنبيه بعد التنبيه
والتحذير بعد التحذير لكي نعطي للجميع فرصة يراجعون ولعلهم يتراجعون. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. للأمة العربية كلها، وأسمح لنفسي أن أعبر عنها، لن تنسى مواقف هذه الساعات. إن الأمة العربية لن تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها، ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والسلام عليكم.